much is on the line. So much is on the line. كثير أمامنا في هذه الانتخابات. أنا أفهم أن هذا ليس العام 2016 وليس العام 2020. الآن أمامنا أمور أكبر من ذلك. في الشهر الماضي رأينا المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية أن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية كان يظن أنه سيتمتع بحصانة ضد القضايا القانونية، ولكن دونالد ترامب يظن أنه سيكون ديكتاتورا منذ اليوم الأول في منصبه إن فاز، ويحاول أن يستخدم بعض الأمور سلاحا ضد خصومه السياسيين. ربما يسعى لأن يتصرف على غير ما يقضي الدستور الأمريكي. ينبغي أن نكون واضحين، البعض قد يقترحون بأن ينبغي أن ننهي بعضا من قضايا الدستور الأمريكي، ولكن هذا الأمر لن يحدث أبدا. نحن نعرف أننا نقف معبرين عن الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن هنا مع بعضنا البعض لأننا نحب بلدنا، وأنا أؤمن أن هذه هي أعلى درجات الوطنية، أن نقاتل من أجل المثل العليا لبلدنا. هذا هو الطريق الذي به نحافظ على وعد بلدنا، فوعد بلدنا هو ما يجعل من الممكن لتيم ويلز ولي أن نقف أمامكم متحدين اليوم. فكروا بهذا الأمر، فكروا بأبناء الطبقة الوسطى، فأنا من كاليفورنيا، أمي كانت تعمل في مطعم من مطاعم ماكدونالدز، والآخر هو ابن لرجل من نبراسكا كان يعمل في مزرعة من مزارع الحقول والزراعة، ونحن الآن نشق طريقنا متحدين سعيا نحو طريقنا نحو البيت الأبيض خدمة للولايات المتحدة الأمريكية. نحن متحدين ومجتمعين نسير هذه الحملة الانتخابية من قلب البلد إلى الساحل. نحن جميعا نسعى ونتصرف نيابة عن جميع الأمريكيين. إذن نيفادا بشكل أكيد في هذه الانتخابات سنواجه سؤالا، وهذا السؤال يقول: ما هو ذلك الوطن الذي نسعى إلى أن نعيش فيه؟
هل نعيش في وطن يعيش على الخوف والكراهية، أم نعيش في مجتمع يتسم بالرحمة والتعاطف وحكم القانون؟ وجمال ديمقراطيتنا، ينبغي أن نفكر في جمال ديمقراطيتنا، هو أن كل شخص يكون لديه القوة، كل شخص يكون لديه القوة على أن يجيب على هذا السؤال. فالقوة مع الشعب، القوة مع الشعب، القوة مع الشعب. إذن سيحسم هذا الأمر في خلال 87 يوما من الآن، حين نطرق الأبواب وندلي بأصواتنا ويدلي كل منا بصوته، منطلقين من هنا من نيفادا. نحن جميعا نؤمن في الحرية، فهل نحن حقا نؤمن بحريتنا؟ وهل نحن حقيقة نؤمن بالديمقراطية؟ وهل نحن نؤمن حقا نؤمن بالوعد الأمريكي؟ نحن نسعى جميعا إلى أن نفوز في هذه الانتخابات متآزرين متحدين.